الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم أنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، مستمعي الكرام، إن العيد مظهر من مظاهر الدين وشعيرة من شعائره المعظمة التي تنطوي على حكم عظيمة ومعان جليلة وأسرار بديعة لا تعرفها الأمم في شتى أعيادها. فالعيد في معناه الديني شكر لله تبارك وتعالى على تمام العبادة، لا يقولها المؤمن بلسانه فحسب، ولكنها تعتلج في سرائره رضا واطمئنانا، وتنبلج في علانيته فرحا وابتهاجا. والعيد في معناه الإنساني يوم تلتقي فيه قوة الغني وضعف الفقير على محبة ورحمة وعدالة من وحي السماء. عنوانها الزكاة والرحمة والمحبة والتوسعة. يتجلى العيد على الغني فينسى تعلقه بالمال وينزل من عليائه متواضعا للحق والخلق، ويذكر أن كل من حوله إخوانه وأعوانه، فيمحو إساءة عام بإحسان يوم. يتجلى العيد على الفقير فيطرح همومه ويسمو من أفق كانت تصور له أحلامه، وينسى مكاره العام ومتاعبه، وتمحو بشاشة العيد آثار الحقد والتبرم من نفسه، وتنهزم لديه دواعي اليأس على حين تنتصر بواعث الرجاء. والعيد في معناه النفسي حد فاصل بين تقييد تخضع له النفس وتسكن إليه الجوارح، وبين انطلاق تنفتح له اللهوات وتتنبه له الشهوات. العيد في معناه الزمني قطعة من الزمن خصصت لنسيان الهموم ولاستجمام القوى الجاهدة في الحياة. العيد في معناه الاجتماعي يوم الأطفال يفيض عليهم بالفرح والمرح، ويوم الفقراء يلقاهم باليسر والسعة، ويوم الأرحام يجمعها على البر والصلة، وهو يوم المسلمين يجمعهم على التسامح والتزاور، ويوم الأصدقاء يجدد فيهم أواصر الحب ودواعي القرب، وهو يوم النفوس الكريمة تتناسى أضغانها فتجتمع بعد افتراق، وتتصافى بعد اختلاف، وتتصافح بعد انقباض. وفي هذا كله تجديد للرابطة الاجتماعية على أقوى ما تكون من الحب والوفاء والمحبة والإخاء، وفيه أروع ما يدفع على القلوب من الأنس وعلى النفوس من البهجة وعلى الأجسام من الراحة. وفيه من المغزى الاجتماعي أيضا أنه يذكر أبناء المجتمع بحق الضعفاء والعاجزين، حتى تشمل الفرحة العيد أو تشمل الفرحة كل بيت من بيوت المسلمين، وحتى تعم النعمة كل أسرة من هذه الأسر. مستمعي الكرام، أنتم في الاستماع إلى إذاعة ميد راديو، نعم، في اتصال مباشر، نحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نشارك معكم الأفراح. وكعادتنا في مثل هذه المناسبات فإننا نستضيف علماء ونستضيف طاقات ثقافية، و يعني نستضيف كذلك مفكرين في المجتمع. ومعنا اليوم السيد عمر مسيون من كندا، وهو مدير قسم التموين واللوجستيك بأحد الشركات الكندية، ومسؤول عن فرع كندا أمريكا والصين،
رئيس متطوع للجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية، ورئيس مسجد الإمام ورش بمونتريال بكندا، عضو المكتب المسير للجمعية Conseil des Leaders Religieux، وهي جمعية تعتني بالشأن الديني بمونتريال بشمال مونتريال، وتعتني كذلك بدور العبادة بنفس المدينة، وتضم جل الأطياف الدينية. السيد عمر حاصل على مجموعة من الشواهد التي يتشرف بها، منها يعني شواهد الاستحقاق نظير العمل التطوعي من عمادة مدينة مونتريال ومن طرف الحكومة المحلية الكيبيكية وكذا من طرف الحكومة الفيدرالية، حاصل على وسام رجال في الريادة واسمه مسجل في أرشيف البرلمان الكندي، وله تحرك مشهود ومشكور في مسجد ورش بمونتريال بكندا. سيدي عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كدير سيدي محمد؟ بارك الله فيك، مرحبا بكم سيدي، واسمح لنا راك انتم في العمل وخديتي وقيتها باش تواصل معنا. بارك الله فيكم، هذا واجب. بارك الله فيك. شربتي شي كاساتاي؟ خديتي شي حليوات؟ صوبتوا شي؟ لا الحمد لله، هو اليوم كان اتى وحليوات البارح، ما اليوم يوم عادي يعني في الشغل والعمل، ورجعنا الروتين الحياتي العادي يعني بعدها بالشهر الكريم. ونبداو من هنا سيدي عمر، يعني كيفاش تخلقوا الاجواء ديال العيد؟ حنا تنعرفوا بان يعني الاجواء ديال العيد ما تكون كامله حتى تيكون انسان في يعني في المغرب يعني بعبادتها بطقوسها باجوائها، ولكن الحمد لله الجاليه وخاصه الان تنتكلموا يعني الجاليه بكندا، كيفاش تتحيي هاد يعني الاجواء ديال العيد من خلال اللباس، من خلال الصلاه ديال العيد، من خلال يعني الاجواء اللي تنعيشوها دائما ومعروفه؟ بداية سيدي محمد يعني بكم ومن خلالكم يعني أتقدم إلى الشعب المغربي بأجمل التهاني وأعظم التبريكات، وعلى رأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأظفره، سائل المولى عز وجل أن يدين على جلالته حلل الصحة ودوام العافية وطول العمر، وأن ينصره نصرا مؤثرا، وكذا الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يستبدل إن شاء الله تعالى كل هذه الأعصار بالأيثار والحرب بالسلم والشدة بالرغب، وأن يجعل أيامنا إن شاء الله تعالى كلها أيام سعد وحبور وسرور. أمين. أتقدم لك يعني بالشكر الجزيل لاستضافتي على برنامجكم الموفق، وأتمنى إن شاء الله تعالى من الله أن أكون ضيفا خفيف الظل عليكم وعلى مستمعيكم. أنا ضيف عزيز إن شاء الله. الله يخطيكم، الله يجزيكم بخير. يعني فيما يخص يعني العيد، بما أننا يعني في أيام العيد، فالجالية المغربية بكندا حقيقة لا تختلف عن غيرها فيما يخص مسألة العيد، فسيكولوجيا العيد هي نفسها ربما تتطابق وتتقاطع مع غيرها يعني بغض النظر عن طبيعتها الثقافية والدينية، فالشعور كيكون الله أعلم يعني هو شعور واحد، نفس الفرحة نفس السعادة نفس التفاعل، خصوصا يعني في مسألة الإهداءات ومسألة الكادو، وربما هنا أقارن بين الأعياد المسيحية وأعيادنا نحن المسلمين، لكن يعني وهنا الفصل يعني ما يميزنا نحن كمسلمين هو أن أعيادهم هم يعني مقرونة بالأساس بتكوين زماني، أما نحن فأعيادنا تأتي بعد إتمام عبادة، يعني سواء أيام بالنسبة لهذا الفطر، هذا لعيد الفطر أو الحج بالنسبة للعيد الكبير ولعيد الأضحى، مما يجعلنا يعني نرتقي درجة، وهي يعني هذه مسألة الرضا والسكينة، يعني هذه السكينة الداخلية، وهذا سواء في علاقتنا مع أنفسنا أو في علاقتنا مع الآخر. حيث يعني في يوم العيد لا مكان كما كتعرفوا للأحزان، وهذا في عرف يعني سبحان الله المغاربة، لا مكان يعني للتفكير في كل تلك الإخفاقات الذاتية وفي ذلك النقد الذاتي وذلك وجلد النفس
الذي نمارسه مع ذواتنا ربما بأشكال مختلفة وبوتيرات مختلفة، يعني تتغير حسب المقام وحسب الشخص إلى آخر، وأيضا مع الآخر يعني مع المحيط، حيث يعني ضرورة يعني حد أهمية ديال صلة الرحم كركن أساسي من أركان العيد إن صح التعبير، تجعلنا نسيطر على يعني الخلاف يعني فيما بيننا. فالحمد لله هذاك الخلاف وتلك الخصومة منها من يتبدد كليا وينماحي وينجلي، ومنه من يتأجل يعني إلى ما بعد العيد، وهذه مسألة إنسانية عادية. يعني اسمح لي سيدي عمر، نعم معذره، يعني غير بغيت يعني اشارات فقط جزاك الله خيرا، يعني مهمه جدا، بمعنى ان المغاربه ربما تتكون خلافات تتكون صراعات، ولكن ملي تتكلم مع يعني العائله تقول لي واه اليوم العيد، اليوم العواشر، اليوم ماشي ديال الخصومه، يعني هذا المقصود منها. بطبيعه الحال هذا هو المهم، يعني كما قلت يعني المساله ديال هذا التواصل في الرحم كتجعل من العيد ذلك البلقان الذي يرطف الاجواء ويصل عليه نوع من السلم والمتعة والسخاء. يعني هذا يعني بصفة عامة. وفيما يخص يعني حتى أعود إلى سؤالكم فيما يخص يعني الأجواء، فهي تبدأ يعني على الأقل بثلاث أيام قبل العيد، وهذا يعني بإخراج زكاة الفطر يعني، وحتى أطفالنا يعني هذه حاجة تعرف في المغاربة أننا نربط الأطفال بالصدقة اللي نتجيب، يعني كل طفل إلا وكيكون عنده واحد النصيب، وكذا الأم يعني لتقديم واحد صدقة للمسجد، وكذا يعني تبني البيت وإخراج مجموعة يعني من الأطباق والكؤوس التي لا نرى إلا في هذه المناسبات. هناك يعني المغربية، المرأة المغربية يعني محافظة على هذا الأمر هذا، يعني لا بطبيعة الحال، يعني الكيسان ديال الضياف والتباصل ديال بطبيعة الحال، يعني كاين مجموعه ديال الحوايج كنشوفوها غير في هذه المناسبات هذه. وكاينه مساله اخرى، هي مساله ديال البخور والعود، يعني تبخير الدار والحنه للاطفال، ما شاء الله. يعني اهم حاجه هي مائده العيد اللي كتكون يعني حقيقه تجيب متميزه، يعني لا بد يكون فيها مجموعه من انواع ديال الاطعمه والحلويات الخاصه بهذا اليوم المجيد. يعني المغاربة كغيرهم يعني نفقد اليوم العيد، لأن ربما هذه ميزة لنا احنا أن نبتدي تلك الأزياء التقليدية من الجلابة والطربوش والقفطان والشربيل وغيرها، يعني من الألبسة التقليدية التي يزخر بها يعني المورود المغربي، ونتجه يعني للمسجد لصلاة العيد، ثم نعود وتناول تلك الوجبة للفطور مع العائلة، وبعدها زيارة الأحباب والأصدقاء، وكما قلت قبيلة ديك صلة الرحيم اللي هي مهمة ومهمة جدا مع يعني هنايا بحكم يعني احنا في كندا وحكم المسافة كتكون عن طريق المهاتفة، ولا ومن بعد كنمشيو نزورو الأصدقاء الذين يقومون مقام يعني العائلة. هنا يعني ما عندناش عائلة، ولادنا ما يعني بعاد يعني ربما على الوطن الأم، يعني كيبقاو غير في مسألة أن يعني الأصدقاء وهذو هم كيولوا هما الأعمام هما الأخوال، هذا شيء الحمد لله كتكون أجواء رائعة ورائعة جدا. نعم، وهذا يعني هذه الأفراح هذه تتشاركوها مع الناس يعني في كندا من غير المسلمين؟ بطبيعة الحال كنشاركوها مع غير المسلمين، بحيث أن الجيران هذا حسب هذه هي يعني خصوصية المغاربة بالذات، أننا يعني الجيران ديالنا اللي هما غير مسلمين كنطقوا عليهم الصباح، كندير لهم واحد الطبق ديال الحلوى، كندير لهم شي منات وشي أمور اللي خاصة بيوم العيد. أما بالنسبة يعني بالنسبة للعيد فاش كيجي هكذا يعني في بداية الأسبوع كيكون صعب وصعب جدا، يعني ربما كنأجلوا حتى الأول يعني نهاية الأسبوع والسبت والحد عاد كنحتفلوا به يعني بالطريقة العادية.
نعم سيدي عمر، بدينا الحمد لله على كل حال هذه عجلسة يعني خفيفة على المستمعين الكرام، فلهذا احنا ما تلتزموا شيء يعني بمحاور علمية يعني أكاديمية، فاحنا بدينا بالعيد يعني بشي حاجة يعني ديال الفرح. بغيت نرجع بك يعني اللور يعني في البداية ديال رمضان، في بداية رمضان تنعرفوا بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة الحسن الثاني للجالية المقيمة بالخارج تترسل أئمة، ترسلهم إلى يعني دول كثيرة يعني في العالم، وتتصل كذلك علماء ووعاظ وكذلك واعظات ومرشدات. يعني واش تستفدوا يعني تيجوا أئمة لكندا، احنا تنعرفوا كندا بعيدة بزاف، وشنو الدور ديالهم يعني في ترسيخ يعني الدين أو التدين كنموذج مغربي يحتفى به؟ احنا تنعرفوا بأن الحمد لله أصيلة مغربيت هي واحد إمكان ثقافي وذكاء اجتماعي مغربي يعني يفيد في تحصيل الهوية وتحيي الروابط الاجتماعية، وتنعودوا نبنيو هذيك اللحمه الوطنيه وفي اطار في سياق يعني الدول اللي تعيشوا فيها. بطبيعه الحال هي هو الحقيقه الاطار كيبقى هو اطار شهر رمضان، اللي هو حقيقه يعني مناسبه وواحد المحطه اللي هي متميزه كالجاليه يعني اثناء الجاليه المغربيه كغيرها من الجاليات، يعني كتعيش واحد نوع من التقارب الذي يغلب لغه ديال يعني المحبه والتراحم والتكافل، يعني حتى من الناحيه يعني العاديه في المعاملات، يعني كيكون المعاملات داخلات الشر يعني غالبا ما تتم يعني بالسلاسه والتراضي والايثار، وهذا الشيء كله كيبقى غير باش نرجع ليك كله كيبقى يعني النواه والاساس يعني هو هذه مؤسسه المنتجيه. فالمنتجيه هنايا يعني خصوصا في كندا هو يعني ربما انه ليس بذلك المنتجيد اللي في المتخيل ديال مغاربه الداخل. احنا المنتجيد عنده واحد يعني عنده واحد الخلفيه وعنده واحد الخصوصيه اللي هي خصوصيه يعني معماريه في الشكل ديالو يعني بالجدار بالزخرفه وهذا، الا احنا عندنا في المنتجيد ديالنا كبنايات عاديه ولكن في العمل ديالها هو عمل كبير يعني تتعدى ربما المساجد في الداخل، فهي يعني محاضن يعني ربما فيها مجموعه ديال التخصصات. فالمسجد كيلعب يعني دور اساسي وحيوي في حياه الجاليه المسلمه، هذا بوجه عام يعني سواء مغاربه او غير مغاربه. بالاضافه يعني للجانب الديني هناك يعني هو مؤسسه للتربيه والتعليم والارشاد والتوجيه، المساعدة في عملية الإدماج، أكثر من ذلك يعني كيلعب أدوار يعني ترفيهية وغيرها، إلا أنه يعني كما قلتي في شهر رمضان يعني كيكون له هذا الشيء كله عنده نكهة خاصة خصوصا فيما يتعلق بالبرمجة اليومية، والتي يعني الفضل الأول والأخير يعود لأمير المؤمنين يعني صاحب الجلالة الحسن الثاني كما ذكرتم الجالية المقيمة بالخارج وزارة الأوقاف تمدنا يعني بمشفعين ووعاظ وقراء، يعني هاد الوعاظ والقراء كيكونوا كصلة وصل بيننا وبين وطننا الأم، فيجعلوننا نحيا من الأجواء وكأننا في المغرب، هذا مع يعني المساعدة في ترسيخ تلك التوابيت الوطنية والدينية، خصوصا وأننا يعني نعيش واحد المدينة يعني مدينة موريتانيا عندها واحد الخصوصية اللي ربما ما كيعرفهاش أو كتغيب عن الكثير، هي أنها مدينة متعددة المذاهب الدينية، بحيث حنا في الحي اللي فيه المسجد ديالنا يعني تجد يعني مجموعة من المذاهب والأنماط التدين الإسلامي تجتمع وتتكدس يعني في واحد الجغرافيا اللي هي صغيرة. نعم، وبالمناسبة مع ديال سيدي عمر يعني ملي تنتكلموا على المذاهب يعني المختلفة يعني المذاهب العقائدية، يعني ماشي مثلا بحال في بلد المسلمين تتلقى مثلا المذهب المالكي الشافعي الحنبلي، مدارس سنية ثانية معروفة، الآن تنتكلموا على فرق أخرى يعني في العقيدة في التوجه يعني بانفتاح، هذا انفتاح ديال العالم. نعم طبيعة الحال كتلقى دابا في الحي ديالنا كتلقى الأحمدية كتلقى
مجموعة ديال الطرق الصوفية اللي جانبها الشيعة اللي جانبها، يعني واحد الخليط، واحد الفسيفساء كبير وكبير جدا. وهذا يعني كيخلينا احنا كمغاربة يعني في خضم هذا التقاسم لهذه الجغرافيا الصغيرة، عندنا واحد النوع ديال التحديات اليومية يعني للثبات على هذا النموذج ديالنا للتدين المغربي. لذا يعني في هذه المناسبة ديال رمضان، المناسبة الربانية الروحانية، هي بأهمية مما كان يعني في إعادة تحيين هذه الروابط يعني في شقها الديني والعقدي والاجتماعي، وكتخلينا يعني نعيشوا وكأننا في المغرب. يعني هذه حاجة مهمة، وهذا بالفضل كله يرجع إلى يعني لهذه الوعاظ وهذه المقرئين الذين يتشكوننا بالقراءة المغربية والذين يذكروننا يعني بنموذجنا من التبيون المغربي. وسبحان الله سيدي عمر، انا لاحظت يعني الفرح في الوجوه ديال الناس، لانهم واحد الفتره ربما قديمه يعني كان بارز واحد الشكل من اشكال ديال التدين، فمي تيجيو هاد العلماء وتيجيو هاد الوعاظ فتفرحوا بهم واحد الفرح شديد، وخاصه الخطاب ديالهم مقبول، وحنا تنعرفوا يعني حتى اللفظه ديال التمغربيت اللي تتختزل وتستجمع تاريخا من التلاقح الحضاري بين مختلف مكونات وروافد الثقافة المغربية، والإنسان المغربي عنده القدرة يعني على التعايش. فشنو تقوموا بهذه العلماء يعني شنو ترشدوا، كيفاش تكون الصلاة، كيفاش يعني تتم استقبال ديالهم، يعني مثلا تيجوا من المطار كيفاش يتم هذا الأمر هذا؟ هو كيكون أولا مستيق بما أن كاين يعني جوج مؤسسات التي تعمل على استقدام هؤلاء الوعاظ والمشفعين والمشفعات أيضا، يعني حتى لا ننسى عنصر النسوي. يتم التنسيق مع يعني سواء الحسن الثاني أو مع وزارة الأوقاف، ويمكن يعني الإنسان أن يضع أو المسؤول يضع يعني طلب، والحمد لله تتم الاستجابة يعني كيتواصل معنا سواء السيد المكلف هنايا او القنصليه. نعم لان انا لاحظت بانه كان استقبال رسمي يعني من القنصليه في المطار، استقبلوا الائمه بواحد الحفاوه. نعم بطبيعه الحال، والحمد لله يعني الائمه ديالنا كيمشيو قبل ما كيجيو، يعني نلتزم اننا سنوفر لهم كل شروط الراحه حتى يؤدوا يعني هذه المهمة الربانية في أجواء تليق بهم وبعلمهم وبمكانتهم، وأيضا بما يعني يؤكدوا هذا الشهر الفاضل. نعم وسيدي عمر، يعني في المسجد يعني من هاد الائمه يعني شنو الدروس اللي تيديروا، كيفاش تاثروا يعني الجاليه، تكون دروس يعني هكذا منظمه، تتكون يعني احكي لنا قربنا بشكل اكثر ان شاء الله. بالنسبه للدروس هي ما شاء الله يعني احنا يعني الطينه ديال هاد المشفعين والوعاظ اللي كيجيو، يعني ما شاء الله حباهم الله يعني بواحد العلم وعلم كبير، وما رأيته وما وقفت عليه شخصيا هو هذا التقدم. يعني نفس الوجوه ربما كانت جات عندنا هذه السنين كل سنة إلا وكتشوف أنهم تطوروا لا من ناحية الإلقاء، لا من ناحية العلم، لا من ناحية المنهج، لا من ناحية التواصل، يعني وحتى من ناحية الأكاديمية. فأغلب كنهضر دابا الان يعني هذا الموسم الرمضاني الان، ان ما كاينش بين هؤلاء الوعاظ الا يعني اما هو دكتور يعني حاصل على الدكتوراه مؤخرا، او هو مسجل يعني في سلك الدكتوراه، يعني اقل ما يمكن انه حصلوا على 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 شهاده ديال الماستر في احدى التخصصات. بالنسبه ليهم فاش كيجيو هما كيكون عندهم يعني تواصل مع الإدارة ومع المسؤولين، يعني ما كيفرضوش شي حاجة، كيشوفوا فين كاين البزوان، يعني فين كاين الخصائص. والخصائص دائما كيكون في الأمور اللي هي ربما كتكون من بديهية عند الناس، ولكن حنا هنا في بلاد المهجر ربما تنقصنا حيت ما تربوش على ولادنا، حيت
ربما في المغرب يعني كاين هناك ما يصطلح عليه بالتنشئه الاجتماعيه، يعني المدرسه تربي والشارع يربي والمسجد قريب والاذان يرفع، وهناك تقويم السلوك الديني يعني على طول اليوم، في حين هنايا كاين هناك قطيعه. لهذا فاش كيجيو هاد العلماء وهاد المشفعين وهاد الوعاظ يعني ربما يستشعرون ذلك الخطر، وكتكون دروس متنوعه، يعني كتكون مسائل اللي هي عقديه يعني كيفهمونا وكيفقهونا في الدين ديالنا، وكاين حتى دي مسائل اللي هي عاديه كالوضوء ولا طريقه الصلاه، كاين مجموعه ديال الامور يعني طرق العباده. نعم طرق العباده اللي هي كتكون ربما الانسان كيشوفها من المسلمات، لكن يشوبها ما يشوبها من الاختلالات ومن الاخطاء. لهذا الناس هادو يعني جزاهم الله خيرا يعني كيشملوا كل شيء، والحمد لله حتى الطريقه ديال التقسيم اليوم يعني كتكون مواعيد على حساب يعني على حساب يعني الاوقات، يعني نعم عيدة الصبح اللي كتكون بعد الفجر يعني كتكون صغيرة. نعم. وكتكون يعني فيها شي حاجة اللي مهمة يعني تربوية إرشادية. نعم طبيعة الحال، في حين أن الدرس اللي كيكون بعد المغرب كيكون درس وخاي بغض النظر على يعني فاش من شيء اللي غير يعني في الدين ديالنا، الا وقت تشوفوا يعني الائمه كيحاولوا يدفعوا عليه مجموعه من يعني شويه ديال الفكاهه وشويه ديال الملاحات. نعم. كتلقى يعني استحسان على القبول، يعني القبول بطبيعه الحال. نعم. يعني اشاره مهمه. نعم تفضل. نعم سيدي محمد، بغيت واحد الاشاره مهمه. اسمح لي سيدي عمر، مهمه ما بغيتش الشيء يفوتنا، لان احيانا تناخذوا الثمره وتنساو كيفاش وقع واحد الغرس ديال واحد المشروع معين. فتكلمتي سيدي عمر وانا تلتقط المعلومه اللي قلتي، ان الائمه الان اغلبهم مسجلين في الدكتوراه، في عندهم الماستر، يعني لقينا الان واحد وجه جديد، يعني الائمه مشاركين في المجتمع، عندهم يعني ثقافه معينه. هذا تيردنا الى خطاب امير المؤمنين صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله بتطوان، يعني ب 26 رمضان في 1429 اللي كانت يوافق 27 شتنبر 2008 ميلاديه، فقد امر اعزه الله بتشين مرحله جديده من اصلاح الحقل الديني، فاطلق واحد البرنامج ديال تاهيل ائمه المساجد ضمن خطه الميثاق العلماء. وهذا العبد ضعيف، انا كنت يعني من المشرفين، فلهذا تنذكر هذا الامر، هذا مهم جدا. وهذا البرنامج هو محدد تيشرف عليه المجلس العلمي الاعلى بتنسيق مع وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، ليستفدوا منه عدد كبير من ائمه المساجد. فاذا الان حنا تنتكلموا على مرحله جديده من المراحل اللي الحمد لله تنقطفوا الثمرات ديالها واللي تنشوفوها في الائمه ديالنا. الحديث معك شيق سيدي عمر، نكمله باذن الله تعالى بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا مستمعي الكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعي الكرام، أنتم في الاستماع إلى إذاعة ميد راديو في جلسة عائلية مع سيدي عمر ميسون من كندا، وأذكر هو مدير قسم التموين واللوجيستيك بأحد الشركات الكندية، وكذلك هو رئيس جمعية بمسجد ورش بكندا بمونتريال. فسيدي عمر، وقفنا على مسألة ديال تأهيل أئمة المساجد، والحمد لله أنت تتأكد الآن هذا الأمر، هذا أن وجدتي مجموعة من الأئمة الحمد لله عندهم واحد تأطير، وقلنا بأن هذه المسألة هذه بدأت يعني قديما، وهذا تجرنا نتحدث على مسألة ديال الدين والتدين. وتنعرفوا بان هاد التاهيل ديال المساجد كانت عنده يعني اهداف، يعني كانت عنده واحد اهداف وعنده واحد البرنامج، فالمضمون ديال البرنامج ديال التاهيل ديال المساجد في سياق خطه ديال ميثاق العلماء كانت يعني تركيز على الثوابت التي تحكم التزام الامام في مساجد المملكه المغربيه، يعني مذهب السنه والجماعه، العقيده الاشعريه، هذا اللي تكلمت عليه سيدي عمر، هذاك يعني تحصين المسلمين،
يعني من عدة ربما عقائد لتتخالف حقيقة الإسلام وسماحة الإسلام. كذلك ضمان الأمن الروحي للأمة عن طريق توعية الأئمة بالسياق الشرعي للعمل ديالهم، يعني الشغل اللي تيقوموا به، وتمكين هاد الأئمة باش يتحملوا المسؤولية باش يكون المسجد منبعا للخير والنور، يعني ما غيكون شاي يعني منبعا للاختلافات والشر والحسابات السياسية الضيقة. حنا تنعرفوا بأنه المضمون ديال هذا البرنامج ما يسمى بالثوابت في العقيدة الأشعرية داخل مذهب أهل السنة والجماعة، المذهب المالكي داخل مذهب أهل السنة والجماعة، احترام حياة الروحية المغاربة في التصوف السني، وكذلك الثابت ديال إمارة المؤمنين لتتحمي هذا كله. سيدي عمان الله يجزيك بخير، بغيك ترشدنا او توضح لنا هذه المساله، هذه تنسمعوها بزاف ديال الدين والتدين، يعني واش حاضره في الخطاب ديال الوعاظ اللي جاو باعتبار الدين شي حاجه شرع ديال الله سبحانه وتعالى، والتدين فهم ديالنا للدين. بعض الناس ربما ما تيسمعوا النموذج المغربي والتدين المغربي تيقول لك واه الدين واحد، يعني علاش حنا غادي نتكلموا على هذه الاديان. سيدي عمر مرحبا. مرحبا بك. غير نصحح الاسم العائلي ديالي ماسيون، مصانا يكون ماسيون ماسيون ماسيون. اشنو قلت انا؟ قلت لك صانك الله العائلي يا سيدي محمد. لا لا استغفر الله، ما عندي، ما كانت بدون قصد. سيدي عمر ماسيون هكذا ياك سيدي؟ لا لا ماسيون. ماسيون ما شاء الله. ماسيون محمد، يعني حقيقة أثرت يعني واحد الموضوع اللي هو مهم ومهم جدا، يعني وربما هذا يعني لا أقول يعني يغيب، ولكن ربما ما كتعش الفرصة وما كتعطاش الحق ديالو يعني في التفريق يعني مسألة الدين والتدين والنموذج التدين المغربي. فأساسا يعني إذا كان الدين يعني في المفهوم الشامل يعني هو تلك العلاقة بين العبد والمعبود المتعالي، يعني في تلك الثنائية التي تربط الأعلى يعني بالأدنى، الأدنى في الاعتقاد والاعتناق والطاعة، والأعلى الله سبحانه وتعالى في الرضا والحساب والجزاء، يعني في تلك العلاقة يعني علاقة خضوع كامل وشامل يجعل من عبودية العبد يعني أسمى مراتب الحرية. وهذه يعني سبحان الله هذه من سمات يعني الدين ديالنا. هذه الحرية يعني تتجلى يعني في الانفلات من تلك النزوات الذاتية وشهوانية النفس، يعني كل هذا يعني الهدف دياله هو الاستواء النفسي والرقي، وأيضا يعني خلق واحد نوع من الاستقرار المجتمعي. فإذا كان يعني الدين هو ذلك الثابت الإلهي المتسامع عن الزمان والمكان، وهو يعني ذلك الاسم الجامع لكل ما هو مرسل أو منزل، وهو متعالي علينا ومتعالي على ذواتنا، بحيث يعني الذات ديالنا تكون مسلمة مستسلمة لدائنها اللي هو الله سبحانه وتعالى من خلال الطاعة ومن خلال العبودية ومن خلال يعني الخضوع وغير ذلك، يعني أن الدين كيبقى يعني واحد، في حين أن التدين نعم. هو فهمنا لذلك الدين. فالتدين نعم. هو يعني بطبيعة الحال يكون يعني هو متعدد، يعني بارديفو هو متعدد، يعني هو ذلك نعم. الفهم الذي ينتج عنه سلوك وممارسة وشعائر وطقوس، وهو اللي نعم. ربما حتى كي يعطينا مجموعة ديال السمات يعني في طريقة التدين، يعني هل ربما تميل إلى نوع من التشدد أو إلى الاعتدال أو إلى أكثر ما هو من الاعتداد، يعني هذه كلها أمور يعني اللي كتبقى يعني تتأرجح بين هذه الثنائية ديال بين الدين والتدين. ولكن إلا كان هذا الدين احنا كما كنعرفوا يعني في المتعارف في عرف المسلمين ان الدين هو اسلام وايمان واحسان، يعني لما خدش يعني وحتى لا البس جلباب الفقيه وانا لست بفقيه، وربما هذه مجموعه ديال الامور التي يعني انا ايضا يعني ربما افتح قوس والتي استفدت منها كثيرا، فقد يعني تسجلت يعني نعم. وتيحت لنا الفرصه
أن نتواصل أو نصل الرحم بالكلية بعد انقطاع دام تقريبا أكثر من 22 سنة، وسجلت نعم. واحد الماستر اللي هو ماستر متخصص الدين والثقافة والهجرة الذي يشرف عليه يعني بالمناسبة، الكبير. تفضل تفضل أستاذ عمر. نعم، الذي يشرف عليه يعني الأستاذ الكبير سيدي بوصوف، والمنسق ديالو الأستاذ الكبير سيدي بوكيلي، مع تلة يعني من الأساتذة والعلماء يعني الكبار والهامات والقامات العلمية التي تسخر بها الكلية، من أساتذة كسيدي مصطفى المرابط، ولا ننسى أيضا العنصر النسوي الأستاذة جميلة سالوت والأستاذة بوكينا وغيرهم. واسمحوا لي لا نسيت شي واحد، يعني كلكم ما شاء الله يعني هامات وقامات علمية. والحمد لله لو لم يكن هذا يعني هذا المصدر هذا الماستر الذي دخلته متطوعا حتى أفهم أولا ما هو النموذج الديني المغربي وكيف نرافع عليه. يعني أول حاجة شفناه ما هو، أنا اكتشفته أنا في هذا المصدر، وش براسي يعني كنا كنقوم بمجموعة ديال الأمور كنا نقوم بها هكذا على الطليقة، في حين في التأطير الأكاديمي أصبح لها مغزى وأصبح لها معنى وأصبح لها يعني مجموعة ديال الأمور التي تؤطرها، وأصبحت حتى من ناحية الإفيكاسيتي يعني ولات أكثر، أصبحت مثمرة على أرض الواقع. بالمناسبة سيدي عمر، باش نوضعوا للمستمعين الكرام يعني في السياق، هو هذا المصدر هذا يعني يختلف عن باقي يعني المجالات الأخرى، هو فضاء لتكوين كفاءات علمية لقادرة كما قلتي على إيصال قيم التعدد الثقافي واللغوي والتعدد الديني، انطلاقا من هذاك النموذج الديني المغربي اللي احنا تنقولوا يعني يوصف بالوسطية والعقلانية والليونة والتصوف يعني البعد هذاك الروحي. تفضل كمل سيدي عمر. كما قلت غير باش نرجع، يعني كما قلت ان الدين كما يعني هو متعارف في عرف المسلمين يعني هو ذاك الاسلام والايمان والاحسان، يعني فالمغاربه اختاروا نموذجهم يعني في التدين انطلاق من هذه الاركان، فكانت المالكيه في الفقه والتشريع وهي توحيد الاسلام، والاشعاريه في العقيده والعلم الكلام والتوحيد وهي توحيد الايمان، ومذهب الجنيد يعني في التصوف ولا طريقة الجنيد. مذهب الجنيد أنا ما كان حبتش كلمة ديال يعني كان فضل كلمة ديال 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 طريقة، ربما النهج يشوبه ما يشوبه من نقص، وربما كيكون باب مفتوح على بعض يعني كيكون هامش ديال تصرف كبير. أما في حين فاش كنقولوا يعني الطريقة أو المذهب، فكان وضع الإطار في مذهب الجنيد في التصوف السلوك وهو الإحسان، وما يميز يعني اختيار المغاربة هذه الأركان بالذات من التدين هو الوسطية والتوسط. في المالكية تمثل توسطا فقهيا بحيث زاوجت بين الاحتياط خصوصا فيما يتعلق بالعبادات والاجتهاد في كل ما يتعلق بالمعاملات، مما يجعلها قادرة على التجدد والإجابة الدائمة على قضايا الناس والتفاعل الإيجابي والمستمر والحيمي. نعم. يعني الحياة العادية الحياة الدينية للناس. أما توسط الأشعارية فهو يجمع يعني بين العقلي والنقل، فمنهج الأشعارية ليس نصيا ولا عقليا بالكامل كما هو بالنسبة يعني المناهج الأخرى، بل يأخذ الاثنين. في حين يعني تصوف الجنيد هو أيضا مثال للتوسط، بحيث يجمع بين الظاهر والباطن، بين الفهم والتطبيق، بين العلم والعمل، يعني مما يجعله مكملا للتشريع. يعني علاقته بالفقه المالكي علاقة تكاملية، في حين أن مجموعة يعني باقي المناهج كتلقى فيها نوع من الصدامية ربما، في حين أن يعني هذا يعني هذا التوسط ديال الذي يمثله تصوف الجنيد يجعله مكملا للمالكية. وهذه كلها اختيارات كما قلتي، كيبقى الإطار للقبة الكبيرة والشاملة هي الماركسية، وهذا ما يجعل يعني هذا التدين المغربي هو التدين الأكثر ملائمة حسب نظري لسياق الغرب.
يعني هاد التوسطية وهاد الغنى ديالو كيجعلوه حقيقة أكثر يعني ملائمة خصوصا للغنى كنوع من التدين داخل الفضاء الكندي أو المجال الكندي. بمعنى سيدي عمر، يعني الان ما بقيناش نتكلموا على مدرسه يعني فقهيه فقط مثل نقولوا المذهب المالكي، فاذا اضحى واصبح يعني اساس ديال البناء الحضاري والثقافي اضافه الى العقيده الاشعريه والتصوف، فالمنهج التربوي والتعليمي يستوعب هذه الركائز والدعائم، يعني قلنا ذلك على مستوى التلقين التعليمي او على مستوى التصنيف الفقهي والتاليف يعني الاصولي. فبغيتك تعطينا بعض النماذج يعني كيفاش تتعامل مثلا في هذا السياق ديال الدين والتدين في الاختيارات الفقهيه، مثلا الامور اللي عندكم في قضيه اثبات الرؤيه. بطبيعه الحال انا ما تنطلبش منكم الفتوى، يعني ربما هذا ماشي التخصص ديالكم، انتم الحمد لله اطار كبير في هذا المجال في تسيير المسجد، فكيفاش تتواصلوا مع الناس، كيفاش يعني تتساهموا يعني في هذا ترسيخ هذه المفاهيم اللي قلنا، خاصة قلتي بأن المذهب المالكي تتميز بالوسطية والاعتدال والتطور والتجديد والواقعية والمرونة، وهذا يعني معلوم. بطبيعة الحال سيدي محمد، وهذا هو بيت القصيد وركن الراحة. يعني ذكرتي واحد القضية مهمة جدا، هي مسألة التسيير. فنحن أغلب يعني الإدارات القائمة على الشأن الديني هنايا خصوص يعني في مدينة مونريال، تلقى أن المساجد تقوم عليها إدارات يعني ذات أغلبية من أصول مغربية، غير أن الأئمة تلقاهم يعني من توجه آخر، مما يخلق يعني واحد النوع ديال يعني كتلقى يعني عمل كبير كديرو الإدارة، ولكن في حين أن المنتوج ولا التوجه ولا الفتوى كما تفضلتم كتجي من نوع آخر. وهذه مسائل يعني يجب إعادة النظر فيها، وهذا الشيء ما كان يتحيا إلا بقدوم هاد الأئمة، يعني هاد الأئمة والوعاظ سبحان الله اللي كيجيو كيعطيونا هذيك الجرعة وإن كانت موسمية فلها ما بعدها، يعني حقيقة يعني في ترسيخ هاد النموذج ديال التدين المغربي. حاليا يعني بالنسبة للفتوى وكل هاد الأمور، هناك مجلس أئمة كيبيك الذي يعني يضم أغلبية يعني ساحقة لكي يكونوا يعني من أئمة أصول مصرية، هم الذين يعني يوجهون في مسألة الأهلة وغيرها من الأمور. حتى بالنسبة لي أنا في إطار يعني هذا المصدر كنت قمت بواحد دراسة ميدانية صبر يعني إلى حد ما ظاهرة تدين مغاربة يعني كيبيك، وخصوصا في الحي اللي انا كنت كن فيه، ماشي اللي كنت كن فيه وانما الحي الذي يوجد فيه المسجد. فاتضح لي من خلال يعني هذا البحث الميداني ان اغلب المغاربه، وهذا شيء خطير وخطير جدا، وهنا يعني كنهز انا هذا الاعلام هذا ديال يعني هذا الفلاك، كنقول يعني ان اغلب اولادنا وهذا كياخذوا يعني الفتاوى ديالهم سواء من أئمة افتراضيين عبر الانترنت او عبر يعني او عبر اليوتيوب. سؤال ديال الأئمة اغلبهم يعني ليسوا يعني ما هماش يعني في لا ما عندهمش التدين المريض على المستوى العلمي ولا هذا السياق اللي تنتكلموا عليه، وخاصه احنا تنعرفوا البعض يعني ما تعموا شيء، يعني عنده ربما واحد التعلق بالمشرق، وهما على كل حال خوتنا تنتواصلوا معهم، عندنا صداقه الحمد لله، المغرب يعني منفتح على الجميع، ولكن يعني في الاخذ يعني الفتوى من مذاهب اخرى ربما تتختلف معنا، يعني الانسان ينتبه لها. فالبعض للاسف عنده هذا التعلق بالمشرق وقد كان قديما، وهذا يعني الحافظ او الفقيه العلامه ابن حزم يعني رفع عقيرته قديما يشتكي يعني من هذا المجال، ووجدته حتى في اوروبا ربما
يأتي الرجل المشرقي ويضغط على العواطف بعض اللكنات المشرقية، فهذا كافي باش يعطيه الصفة ديال العالم. طبعا حال مثلا عمو شاي، ويقدر يكون هذاك العالم المغربي لا يملك هذه الطريقة مثلا في إقناع، ولكن عنده واحد بضاعة علمية للأسف. فإذا الآن هنا سيدي عمر تنتحدثوا على الاجتهاد يعني والخطاب الديني، لأن دابا الآن كاين واحد الخلط، يعني الاختلاف يعني او يختلف الاجتهاد عن التجديد في الخطاب الديني الذي يشتمل تجديد المحتوى، طريقة العرض، طريقة تنزيل النصوص، ما يسمى عند العلماء بتحقيق المناط، فهم ديال هذه النصوص، يعني هذه مكونات ديال الخطاب. فكاين الناس يعني اللي ما عندهمش ربما تخصص في الشريعة يوقع لهم هذا الخلط ما بين تجديد الخطاب الديني وبين الاجتهاد. فالاجتهاد عبادة يثاب عليها المجتهد، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا اجتهاد مع النص، فماشي مقصود أنه لا اجتهاد في فهم النص كما يفهم البعض، بل المراد لا اجتهاد مع وجود النص القطعي الذي يدل على معنى واحد ويحتمل ولا يحتمل معنى سواه. أما إذا كان اللفظ يقبل التفسير باحتمالات متعددة، فهنا يكون العقل الفقيه يعني واحد المجال في النظر من أجل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض. فإذا كيفاش تتعاملوا مع هذا الشباب، وكيفاش يعني تتواصلوا معهم باش تحميوهم من هذه السياقات، يعني وخاصة يعني السياقات ديال التشدد وديال التطرف، والسن يعني تلعب دور كبير جدا، يعني يقدر يعني يضغط عليه العواطف ديالو بعض النصوص يعني الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجها من سياقها وسباقها ولحاقها. هو سيدي محمد، هو أصلا يعني هذاك الإمام ولا العالم المغربي هو نادر هنا في كندا، يعني قليلا من الأئمة الكنديين المغاربة اللي موجودين يعني في هنا في كندا، وخصوصا يعني في مدينة موريال، يعني يعدون على رؤوس الأصابع. لذا كتلقى يعني الثقل كله لما هو موجود يعني حقيقة وواقعا في أرض الميدان. كاين هو هذا النموذج اللي هو نموذج ديال المشرقي كما تفضلتم. يعني صراحة يعني كما يعني قضية ديال الاجتهاد، يعني الاجتهاد كيبقى هو داك النظر يعني في النص أو التفاعل مع داك النص بالعقل والفكر، بغض النظر عن طبيعة يعني داك النص، هل هو نص قطعي أو ضمني، قرآن سنة، بحيث اللي كان يعني شنو هو اللب فيه هو إعمال العقل واستخراج الحكم الذي يكون يعني مجرد، يعني هذا الحكم كيكون مجرد هنايا لعكس النازلة التي هي مقيدة بالزمان والمكان وغير ذلك. وأيضا هاد الجوج اللي كيختلفوا على مسألة ديال تجديد الخطاب، هذه كلها منازل ومراتب، غير ما هو كما قلت لك هنا هاد الضعف ديال الأئمة ربما هنايا خاف يعني تكون حنايا كما عارف كمؤسسات ولا كمراكز إسلامية ليست لنا لا القدرة المادية ولا اللوجستيكية ولا أي يعني عندنا هاد الخصائص، ربما الأمر يكون أكثر يعني اللي غيتاخدوا الوزارة أو تاخدوا الأوقاف يعني في استقدام يعني أئمة مغاربة، ولا يمكن يعني تثبيت النموذج المغربي وتحسين أطفال ديالنا إلا من خلال هذه الطريقة، ولنا يعني في إخواننا الأطراف أسوة حسنة. يعني النموذج التركي هنا خصوصا في موريال نموذج يعني ناجح للأكبر، حتى أن المساجد يصرف عليها من يعني الحكومة التركية، وكتخلي يعني هامش كبير ديال التفرغ للعمل الديني والجمعوي وانفتاح المحيط، كتولي هذه هي الخصوصيات اللي كيعمل عليها يعني الصف ديال المسجد، في حين ان الان حنايا محاربين غير مع الكرام، مع يعني امور اللي هي تسييريه يعني ربما اذا كان سي عمر التنسيق، نعم لا اذا كان ربما التنسيق يعني تيتم التعاون
يعني كاين التجارب في اوروبا ربما ممكن تستثمروها يعني في سياق قانوني معين، لان ما نساو شيء القوانين ديال البلدان واللي تتلزم عليك انك تلتزم يعني الحياه في بعض الامور، ما يمكنش يتدخل في تسيير بعض الامور. هذا يعني ربما كاين مساعدات يعني تمت في اوروبا في اطار قانوني. مثلا عندنا النموذج ديال مسجد ستراسبورغ، المسجد الكبير يعني بفرنسا، وبعض المساجد الاخرى. فيعني المشكلة هو هاد يعني القضايا القانونيه وهذا الانفتاح. بالمناسبه وحنا تنتكلموا على هذا الامر، هذا عندكم تجربه كنت حكيتي ليا في التواصل ديالكم مع الاطياف الاخرى، الاطياف يعني الدينيه، يعني واش ممكن تحكي لنا شي تجربه استاذ عمر في هذا الباب هذا؟ بطبيعة الحال بحكم أنني يعني عضو في المكتب المسير ديال الكونسي ديال ليترغوريجيو دو مونريال نور، وهذه يعني واحد الجمعية التي تضم يعني مجموعة من الأطياف الدينية الأخرى المسيحية يعني الكاثوليكية والإيفانجيليست وحنايا كمسلمين، وكانوا حتى يعني مجموعة أخرى يعني أقل تمثيلية. ربما يعني فاش كتكون يعني كتتاح الفرصة، وإن كان يعني ليس من مهمة هذه الجمعية هي مرافعة أو تعريف دين بدين على انفتاح دين على الأديان الأخرى، وإنما التوحد والاجتماع والكلمة الواحدة للوقوف ضد لائكية الدولة، حيث أن هنايا الدولة ترى يعني في يعني في أماكن العبادة بغض النظر عن التوجه والعقيدة ديالها أنها لا جدوى منها، هي فقط يعني مجموعة ديال الوعاءات العقارية التي لا تدفع ضرائب وتستفيد يعني مجموعة من امتيازات وما عندهاش لا عائد لا أي شيء، هما كيشوفوها غير من الناحية المادية. في حين أن احنا في خلال هذه الجمعية يعني كنجيبوا أشكال وكنجيبوا يعني أمثلة مجموعة من الشباب، كنقولوا يعني على أساس أن إذا كان شاب في مسجد أو في كنيسة أو في هذا فهو أنت كتحمي واحد الشاب يعني من تناول المخدرات ولا من مشاكل الإجرام وغيرها يعني من الآفات المجتمعية. نعم. يعني هذا هو. ولكن يعني كتح الفرصة للتعريف مجموعة الأمور والحمد لله يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني ولا واحد الوعي كبير وكبير بزاف طبيعة الدين ديالنا الإسلامي، وخصوصا بالنموذج ديالنا ديال التدين المغربي. يعني هذه من نعم شكرا سيدي عمر. اذا وحنا تنتكلموا على هذا النموذج بغيتك تربط ليا ما بين هذا يعني الحمد لله هذا الجهد ديالك وشنو استفدتي من هذا الماستر ديال الدين والثقافه، باعتبار والهجره او الدين والثقافه والهجره هو فضاء لتكوين يعني كفاءات علميه يعني تستطيع او قادره على ايصال قيم التعدد الثقافي واللغوي والديني. فاذا واش كانت واحد يعني التنزيل لهذا داكشي اللي درستي مع الاساتذه ودكاتره جزاهم الله خيرا يعني في ترافع من اجل السلم ومن جعله الوسيله الاساسيه لبناء الانسانيه؟ وحنا تنعرفوا ان الحمد لله كما قلنا الثقافه المغربيه والتدين المغربي ياتيان في سياق يعرف فيه او يعرف العالم انه محتاج الى السلم، الى المحبه، الى التعاون. شنو تقول لنا سيدي عمر في هذا الباب؟ لا بطبيعه الحال ربما هادكم ما كانش هذا المصدر هذا يعني ما كنت يعني ان اتحدث معك بهذا الاسلوب ولا نعم. هذه يعني هذه الخلفيه المعرفيه نعم. فهذا يرجع بالاساس يعني اقول 100% لهذا المصدر هذا الماستر، حيث ربما تعلمنا من اساتذتنا الكرام يعني طرق البحث، فبمجرد يعني كتطالع على مساله، خصوصا ربما انا ما جيش من واحد توجه ولا من واحد خلفيه دراسيه
يعني في العقيدة وفي الشريعة الإسلامية، نعم يعني بمجرد ما اصطدم يعني بمجموعة من الأمور إلا وتدفعك للبحث، فتبحث فالبحث يتشعب، وربما في الأخير كتلقى راسك يعني بلا ما كتحس يعني تمكنتي من يعني تحطي مجموعة من الأمور اللي كتخليك في الأخير قادر على المرافعة يعني قناعة. يعني نعم هذا سيدي عمر، نادر سيدي عمر يعني عن اقتناع. نعم اسمح لي نرفع الآن كلمة الله تعالى هي العليا، نرفع الآن آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الدار البيضاء. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. الله الله أكبر، الله الله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. الله الله أكبر، الله الله أكبر. يا ربنا اختم لنا بخاتم السعداء بحرمة الدين والقرآن والشهداء، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر زلتنا يا ذا الجود والكرم. يا ربي يا ذا العليا فاغفر ذنوب لنا، واجعل منازلنا في الجنة النعيم. نحن ووالدينا مع أحبتنا والمسلمين مع الأشياخ في التمام. يا ربي إني ضعيف خائف وجلود، مستمسك برسول الله أشفعني. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. الله الله أكبر، الله الله أكبر. سبحان الله يا ربنا اختم لنا بخاتم السعداء بحرمة الدين والقرآن والشهداء، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر زلاتنا يا ذا الجود والكرم. يا رب يا ذا العلا فاغفر ذنوبا لنا، واجعل منازلنا في جنة النعيم. نحن ووالدينا مع أحبتنا والمسلمين مع الأشياخ بالتمام. مستمعين الكرام، ما زلنا مع سيدي عمر مصيون من كندا بمونتريال. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وعواشر المباركة للجميع. إذن سيدي عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي محمد، باقي شوية ثلج سيدي عمر بعدها ولا انتهى فصل الشتاء عندكم؟ لا الحمد لله لم ينتهي بعد، ولكن الحمد لله يعني هناك تحسن كبير في درجات الحرارة، وحتى يعني أن أكون صادقا فهذه السنة من أحسن السنوات، حيث لم تكن بتلك القطوة يعني في فصل يعني الشتاء، لم نشهد يعني كسالف عهدنا بفصل الشتاء. هذه السنة كان يعني معتدل
إلى درجة يعني كبيرة جدا. يعني معتدل عندكم هي ناقص 12 ناقص أول مرة جيت لكندا طلبت واحد الكأس ديال الماء وجابوه لي، وقلت لهم انتم يعني في كندا وتديروا الماء في الثلاجة؟ قالوا لا هذا كان ما ديال الروبيني بكثر ما هو بارد، انا ظنيته بانه في الثلاجة. سيدي عمر، كنا تكلمنا على المسألة ديال ماستر ديال الدين والثقافة والهجرة في سياق دائما يعني التمييز ما بين الدين والتدين، وقلنا بانه واحد فضاء تكوين ديال الكفاءات العلمية اللي تستطع باش توصلنا قيم ديال التعدد الثقافي واللغوي والديني انطلاقا من النموذج المغربي المتسم بالوسطية والعقلانية والليونة والتصوف. ويعني وقفنا هنا وتكلمنا كذلك، وهذا يعني بالمناسبة حتى في ديباجيات الدستور المغربي اللي يعني تلقاو يعني واحد الإشارات ديال التعدد ديال روافد الهوية المغربية التي تؤسس على نموذج مثالي في التعايش الديني الذي ميز المجتمع المغربي على مر التاريخ، بالإضافة إلى تقريب المبادرات الكبرى التي يرعاها مولانا أمين المؤمنين حفظه الله. فإذا سيدي عمر بغينا نكملوا يعني في هذا السياق، هذا شنو تقول لنا؟ وصراحة يعني من خلال هذا المستر هذا الماستر يعني الدين الثقافة والهجرة، يعني تمكنت من تعرف على مجموعة من الوسائل والأدوات التي يعني تجعلك أولا تفهم ثم تحلل ثم تتموقع ثم تتبنى ثم تدافع، يعني هذا الشيء لا يأتي هكذا، فهمتين؟ يعني كان هناك واحد يعني واحد تراتبية حتى أن الإنسان أن يكون صادقا في دفاعه على هكذا نموذج. وهذا يعني بغض النظر على ضبط ديال مجموعة ديال الأمور، يعني صراحة قبل المصدر ما كنتش كنعرف أن يعني أن الدين هو ذلك الإلهي المطلق، في حين أن التدين هو الفهم الإنساني لهذا الدين. ومنه عندما نقول تدين مغربي فنحن نحيل إلى فهم الدين داخل السياق المغربي وفق الخصوصية المغربية التي لها اختياراتها وتوافقاتها التي تتماشى هذه الخصوصية. وما كنت أعرف أن يعني من أهم من يعني في نظم صغير يعني ورائع جدا للتعبير عن طبيعة هذا التدين هو ما جاء عند الإمام عبد الواحد بن عاشر في نظمه، حيث قال وبعد فالعون من الله المجيد في نظم آيات للأمي تفيد. نعم، في نظم أبيات وفي مالك وفي طريقة الجنيد السالك، يعني هذه كلها أمور يعني الحمد لله يعني استمدتها من هذا المصدر من هذا الماستر، وجعلتني يعني أبحث وأطور وأتطور والحمد لله. يعني أنا في آخر يعني تلك هذا المصدر عمر هذا الماستر ليس عمر بعدها، والحمد لله عمر كل هذه المعرفة وكل هذا العلم الذي نشكر يعني أساتذتنا الكبار والكرام الذين تفضلوا علينا به، أنه إن شاء الله تعالى سنستثمره في الخير وفي الدفاع عن هذا النموذج من التدين المغربي الذي نراه يعني عن قناعة أنه هو الأفضل والأصلح لما نعيشه في هذا السياق الكندي. نعم. أستاذ عمر، شنو المجهودات اللي تقوموا بها؟ دائما تتكلم باسم يعني أنكم مسؤول في المسجد الجالية وخاصة في رمضان، لاحظت بأنكم نظمتوا بعض المسابقات يعني للأطفال قرآنية، يعني شنو التحركات اللي تديروها يعني في المسجد؟ والحقيقة يعني المسجد واحد الخلية اللي هي تنبض بالحياة والحيوية على طول على طول اليوم، يعني المسجد لا يتوقف في رمضان يعني نهار كامل الفجر إلى الفجر. كما قلتم يعني كان هناك دروس الكبار، هناك دروس الصغار، هناك يعني مسابقات القرآن يعني في الحفظ في القراءة في الترتيل. هناك مسابقات في يعني في الأذان، هناك مسابقات خاصة للأخوات، هناك دروس
يعني الحمد لله يعني رب شهر رمضان هو اللي كيعطينا ذاك الجرعة، يعني كتكون واحد لادوز اللي هي قوية اللي كتخلينا نستمروا من رمضان إلى رمضان. وما دابينا أن هاد لادوز هذه ما تبقاش، يعني هاد الجرعة هذه لا تكون أن تتخطى مسألة الموسمية وأن تكون على طول السنة، أن نعيش يعني أجواء رمضان خارج شهر رمضان، وهذا هو المتاح. نعم، ولاحظت يعني كنت درتوا بعض المسابقات الأطفال الصغار، يعني مدى التركيز ديالكم على هذه المسألة هذه، وكان واحد الإقبال يعني كبير جدا. لا بطبيعة الحال هو احنا كنحاولوا ربما نقوم يعني بالزرع وغرس مجموعة ديال القيام وربط الأطفال يعني بالمسجد، حتى أن جميع المساجد يعني هنا في موريال إلا وتلقى المسجد وبجواره قاعة للرياضة أو قاعة متعددة اختصاصات، يعني تجد فيها الرياضة، يعني الطفل يأتي من مزاولة الرياضة داخل المسجد مع أصدقاء ينتمون إلى نفس الدين، إلى نفس الوسط، إلى نفس العقلية، إلى نفس المستوى الاجتماعي والثقافي. يعني هذه مجموعة الأمور نحاول أن نقلها في، وربما ما نقولش أنها يعني يعني ستوصل إلى مستوى يعني تنشئة اجتماعية، ولكن ربما تبقى واحد يعني واحد محاولة لغرس ولو قلة قليلة لهذه الأطفال هذو وربطهم يعني بدينهم وبثقافتهم وبهويتهم المغربية. نعم، مادام تنتكلموا على الدين والتدين، اللي اصبح الدين اصبح هاجسا، يعني حتى نعرفوا دابا المشاكل اللي تتوقع يعني في المجتمع الدولي، فكيفاش تستطيعوا يعني تبينوا انه الانسان يقدر يمارس يعني الشعائر ديالو الدينيه دون ان يرفض مثلا القيام ديال الدوله التي يقيم فيها مثلا؟ كيفاش استطعوا يعني تبرزوا هذا المعنى هذا، يعني ما تترفضوش القيام الكنديه مثلا والواجب ديال الاندماج في المجتمع مع الحفاظ على الهويه الدينيه والثقافه يعني المغربيه. احنا تنعرفوا في واحد الفتره يعني من الفترات بلدان الاستقبال ماشي في كندا يعني في العالم لم تاخذ بعين الاعتبار البعد الانساني للهجره، يعني خلال الموجات الاولى للهجره ربما اللي كانت في اوروبا لم تسعى الى مرافقه المهاجرين ثقافيا وروحيا والى تزويدهم بالادوات المعرفيه اللازمه للاحتضان الثقافات الجديده والتعامل معهم بشكل تقني، يعني استعملوا مثلا في يد العامله والى اخره. فربما الهجره الكنديه متميزه، يعني الهجره الكنديه ربما متميزه ماشي باقي الهجرات الاخرى اللي ربما وجدناها في دول في اوروبا. وحقيقه ربما لا هذه اطروحه يعني يعني لا يسع المجال لذكر يعني كل هذه الامور، ولكن يعني في عجاله يعني تعتبر يعني هذه الظاهره ديال التدين المغاربه في كندا من الظواهر يعني الاجتماعيه الكثيره التعقيد، حيث تحكمها عوامل يعني عديده ومتشابكه يعني يختلط فيها ما هو داخلي سيكولوجي ناجم يعني على كل تلك الترتبات المفاهيميه والطقوسيه والتمثلات الدينيه والعقديه والوجدانيه التي حملناها نحن كمهاجرين من وطننا الام لنستقر بها في هذه البيئه الجديده اللي عندها خصوصيات ديالها الثقافيه ايضا والاجتماعيه والسياسيه. وايضا كاين هناك يعني ذلك لفاردو يعني ذلك الثقل اللي هو خارجي والذي يفرضه يعني السياق العالمي الذي يرى يعني في الاسلام بغض النظر يعني عن طريقه التدين انه يعني دين يدعو الى الكثير من التوجسات والتخوفات على اعتباره دين عنف لا يقبل الاختلاف، الشيء الذي يعني يتعارض ولا يتماشى مع قيم كندا، يعني قيم كندا هنا تبقى عليها العلمانيه، وهذه الفكره اصبحت للاسف مترسخه الى شيء ما في المخيال الكندي الذي اساسا يتغذى من تلك الصور السلبيه التي يسوقها الاعلام بالاساس عن الاسلام والمسلمين، وكذا يعني بعض الخرجات السياسيين التي تتعاطى مع قضايا الهجره من خلفيه ايديولوجيه مشبعه بذلك النمطيه والاحكام المسبقه التي تجعل من الاسلام ذلك العدو الافتراضي
يجب تحويطه حتى ليهدد يعني القيم المجتمعية. وربما هنا هذه مسألة نتقاسمها مع إخواننا في أوروبا. حيث كان ذلك دائما كان هناك ذلك الخوف يعني أن الإسلام ربما قد يهدد أو يغير في القيم المجتمعية في هذه الأرض هذه، مما دفع يعني إلى سن مجموعة من القوانين التي ربما تراها يعني في ظاهرها ترتدي لباس الحفاظ على العلمانية، غير أنها موجهة بشكل مباشر يعني لا يدع مجال للشك لا يعني الإسلام والمسلمين، كما هو يعني بالنسبة لنا هنا قانون حظر المظاهر الدينية الذي أطلقته حكومة كيبيك في 2019، والذي يمنع يعني ارتداء الرموز الدينية يعني من موظفين الحكومة من المعلمين والشرطة والقضاة وغيرهم. وهذا يعني دفع لإقصاء يعني كاع النساء المحجبات من تلك المناطق الحكومية. يعني هذا الإقصاء كتشوف يعني لم يرافع عليه المجتمع المدني بما يكفي. يعني كتشوف يعني نوع من التواطؤ إلى حد ما. بحيث يعني صح مجموعة النساء المغربيات، وأنا يعني وقفت على مجموعة الحالات، تعرضنا للمضايقات يعني لفظية وجسدية بتبديهم الإسلامي يعني الحيتية اللي بتاع الحجاب، أو أنهم كيشوفوا فيها يعني في الحجاب ديالها أنه يعني نوع يعني ملك يعني استهداف للحريات الشخصية، يعني يرون ربما أن هذا استهداف. طبيعة الحال يعني كي يتم تأويل يعني ذلك البي إلى كونه يعني نوع ولا رمز من رموز الاضطهاد، يمكن القبول بانتشاره الواسع والسريع كما كيشبههما في الفضاء العام الكيبيكي. وهذا الشيء صراحة هو العجيب والعجيب جدا. هو هنا كتشوف هنا واحد النوع ديال عدم الوضوح أو نوع من النفاق، حيث ما يقال في الإعلام شيء وما هو حاصل في أرض الواقع شيء ثاني، وما تثبته الإحصائيات شيء ثالث. حيث يعني الإحصائيات الرسمية والإحصائيات ديال السنة الماضية ديال 2023 يعني جات أن إجمال عدد المسلمين في كندا كاملة يتعدى 2%، يعني مجموع السكان المحليين. يعني هاد 2% هي التي تغير لك. يعني كان هناك مجموعة من الأمور اللي هي يعني اللي هي كتبقى ربما دخل يعني هذا السيبقى دخل ربما سيدي عمر في هذاك الصراع دائما في أي مجتمع من المجتمعات، ولكن ربما حتى العلمانية عندها فوائد أخرى. يعني لولا العلمانية ما يقدروا شيء مثلا في عدد من الدول يعني الأخرى أنهم يصلوا ويمارسوا يعني الشؤون الدينية ديالهم. يعني نتصوروا لو كانت مثلا تلك الدول تكون دينية غادي يكون يعني ممنوع قانونيا أنك تمارس يعني العبادة ديالك بحكم القانون. فإذا حتى ربما يعني لا أتفق معك سيدي محمد، لا سمحتي غير في هذه الفكرة. أنا أتفق معك 100%، ولكن المشكل عندما تحول العلمانية إلى دين وتصبح هي فيها التشدد وتصبح فيها التيارات وتصبح فيها اليمين واليسار والوسط، هنا ما كان كنخرجوا على السياق ديال العلمانيه، تتولد التطرف ديال العلمانيه. هذا هو المقصود ديالكم. نعم تطرف العلمانيه بالضبط، يعني هذا هو المصطلح. الله يعطيك الصحه، يعني جبتيه هو هذاك. هذا ما كنت اريد ان اقوله، يعني تطرف العلمانيه. نعم، وانتم شنو الدور يعني شنو تقوموا يعني المجهود ديالكم في تأطير الجالية في توعية الجالية بهذه السياقات؟ يعني الآن يعني احنا في سياقات مختلفة تختلف يعني عن الدول العربية المسلمة، يعني باش لأن إذا لقينا تشدد في واحد الجانب قد ينشأ عنه تشدد آخر باسم الدين وباسم الدفاع عن الحرية وهذا. نعم بطبيعة الحال، وهذه من الأشياء الطريفة التي وقفت عليها يعني في الاستمارة وفي العمل الميداني الذي قمت به وأنا أرصد يعني أنماط التدين المغربي، أنني وجدت يعني مجموعة من الأخوات المغربيات خصوصا الشابات واليافعات اللاتي يرتدين الحجاب هكاك غير ضد، يعني ما عندهم لا علاقة
لا بدين ولا لا دايره حجاب وهي لا تصلي وربما لا يمكن شويه تقلد ولكن يعني لا تمارس الدين يعني بطريقه كامله ولكن دايره الحجاب ديالها غير كوسيله للدفاع والمدافع والتثبيت والثبات على الهويه. نعم لأن ربما حساس بأن تقص حرية الشخصية ماشي مسألة الحجاب لأن الإسلام ما راجع شيء فقط على الحجاب ولكن هي تتحس بأنها تمسات في الحرية ديالها. هذا المقصود سيدي عمر ياك؟ نعم نعم بالضبط. وهذا يعني حتى في فرنسا كان وقع يعني كان المشكل ديال العباية هي كان يعني البنات يعني لبسوها غير كموضة يعني ماشي أنها كان عندها رمز ولكن هذا من داخل الأعراف والقوانين تيكون هذا الإشكال هذا. فوقع ما وقع يعني في فرنسا حتى انه الطالبات والبنات يعني في المدرسه تلبسوها يعني معاداه لهذا التدخل في الحريه الشخصيه ماشي هي المقصود بها انها بغات تبرز ذاك المفهوم ديال الستر ولا الحجاب ولا واحد الثقافه معينه لان حتى العبايه هي ماشي هو اللباس يعني هو النموذج ديال اللباس الاسلامي ولكن المهم كاين واحد الصراعات. فشنو المحل ديالنا يعني احنا مثلا في المسجد كائمه كرؤساء جمعيات يعني في الحفاظ على هذا التوازن وفي سياقات يعني المشاركه مثلا في اماكن القرار واش يعني عندنا دور في هذا المجال هذا ام فقط احنا مثلا غير في المساجد تنجمعوا الاموال الكراء تنجمعوا الاموال المسجد والتدبير ديالو ولكن احنا بعاد عن السياق السياسي والاجتماعي والمجتمعي يعني واش فقط عين تنستهلكوا وما تنعطيوش. هو نحن صراحة منزلة بين المنزلتين. رضيتنا معتزلة لكن أشاعرة سيدي عمر. وربما سأكون أشعري في هذه المسألة هذه. يعني أشاعرة وأنا أشعري. فصراحة يعني هذه المسألة هذه أن لولا المساجد والمراكز الإسلامية ما كان شي حاجة ما كان أن الحكومة يعني الفيدرالية تعترف بالإسلاموفوبيا يعني لولا الضغط الكبير الذي مارسته تلك المراكز وكنت أنا عبد ربي الضعيف من الناس الذين استدعوا للمجلس الكندي للإسلاموفوبيا ولكن للأسف اللي ما تمش يعني ما عطاش شي اكل ديالو من بعد يعني ساغ على المسار ديالو وتم تعويضه بمنصب وزاري كمستشار في يعني خلق منصب وزاري كمستشار في الاسلاموفوبيا والذي الان تشغلو اخت يعني من اصول مصريه. زيد على ذلك كان واحد الدور التوعوي كبير يعني كان تعريف مجموعه من الامور يعني عندما تعالت يعني اشكال الاسلاموفوبيا خصوصا بعد احداث مسجد كيبيك الداميه وكذا يعني مقتل او طريقه الدهس التي تعرضت لها تلك الاسره في حي لندن يعني بلونتاريو كان لابد يعني الحكومه ان تتحرك وتم يعني مجموعه من القوانين اللي كتبقى يعني ما لا ترقى الى المستوى ديال انها قوانين يعني وضعت من اجل التغيير. وهنا كان الدور ديالنا حنايا كمساجد يعني حتى بالنسبه للقانون يعني القوانين التي تنت يعني هي كتفرق بين احداث الكراهيه يعني جرائم الكراهيه بحيث ان الناس ما كانوش كيعرفوا هذه المساله يعني نعم. اي حاجه احداث الكراهيه قد شي واحد يعني في يسبك ويسب لك الدين ديالك ودينك وداك الشيء وكل هذه المسائل كتدخل في احداث يعني كتبقى احداث لا يعاقب عليها القانون في حين ان يعني حوادث الكراهيه خاص يكون هناك إما الاعتداء على النفس أو التهديد أو الاعتداء على كل ما هو مادي يعني من تخريب وتكسير وغير ذلك. هنا كيدخل القانون والناس كانت عندهم يعني واحد النوع ديال الخلط بين الأحداث
والحوادث. وهنا كنا شرحنا لهم وكنا تبعينا يعني مجموعة من المحاميين ومجموعة من المختصين حتى يعني يحاولوا أو أنهم يدافعوا على نفسهم ويرافعوا على نفسهم وأنهم يبينوا في ذلك المشرع أن القضية ديالهم تتعدى الحدث إلى حادث. وحتى في المسألة ديال الحوادث يعني واخا أن القانون في ربما كيحكم أنها حادث يعني خاص واحد المحكمة هي اللي غتشوف وتمت في هذه القضية وتبت فيها وتدارسها وهي اللي غتعطي القرار واش ترفعها المحكمة اللي غت يعني تدير شي قانون قوانين الزجرية اللي فيها عقوبات حبسية وغيرها. لكن يعني حسب تجربتي المتواضعة أمور كلها تبقى لا تتعدى يعني مجموعة من القوانين ولا الأحكام القضائية تبقى غير فرض الاعتبار أو مجموعة من التعويضات للحكومة وليس المتضرر اللي تكون يعني هكذا يعني غير شكلية فقط. لا يعني صراحة هنا المساجد كانت لعبها دور ودور كبير يعني المراكز الإسلامية في يعني توعية الناس بهكذا أمور. ونفس الشيء أيضا كنا طرقنا ليه في مسألة يعني يعني مجموعة من الظروف التي تلقن الأطفال في الابتدائي فيما يتعلق بالتربية الجنسية. يعني نفس هذا مشكل كبير جدا يعني مطروح في كندا وفي الدول الأوروبية يعني ماشي سهل. نعم وكنا استدعينا احنا في مسجد إمامي ورش كنا استدعينا يعني أخصائيين في علم النفس تاع الأطفال وناس في البيداغوجي وناس يعني من اللي خدموا على هذا المشروع. والحمد لله كان هناك تفاعل يعني مباشر بين الآباء وهكذا اختصاصيين والحمد لله. يعني ما نقولش أننا خرجنا بشي حاجة اللي هي كبيرة ولكن على الأقل بدينا بواحد جزء من اللبس واستطعنا أن نجيب على واحد القدر من الأسئلة اللي كانت عند الآباء والأولياء. نعم جزاك الله خيرا سيد عمر. وكان يعني مفروض يحضروا معنا بعض شخصيات يعني في هذا الباب هذا لكن لظروف قاهرة يعني تعذر عليهم أنهم يكونوا معنا. إذن سيد عمر لا مناص للمسلمين يعني في كندا من الاندماج في مجتمعهم الجديد كمواطنين كنديين يعني ويعتقدون بديانة الإسلام أو يعتقدون بغيرها والمطالبة يعني بالحقوق ديالهم والقيام بواجباتهم كأي مواطن آخر. فإذا مقصود من الكلام ديالك أن المسلم الكندي عليه أن يخرج من سجن اختياره لنفسه وما يبقى شيء يعني تحت واحد الاختيار معين. كلمة أخيرة سيدي عمر وقد تشرفنا بكم في هذا اللقاء الطيب المثمر معكم. بارك الله فيك سيد محمد كل شكر لك وبرنامج ديالك والطاقم التقني حقيقة يعني كتعطونا يعني فرصة لنعبر ونقرب يعني الناس الأعمال التي تقوم بها المراكز الإسلامية. والحمد لله يعني كخلاصة عامة يعني شاملة كنشوف أن المغاربة وبفضل نموذجهم من التدين المغربي أكثر الجاليات اندماجا وهذا الدليل على هذا أن أكثر العاملين في حقل الحياة المدنية هم مغاربة. لدينا مجموعة يعني من التمثيليات السياسية على الصعيد الأعلى هم من المغاربة. لدينا مجموعة من الأطر والفاعلين وأصحاب القرار هم أيضا من المغاربة. وربما اتاحت لي فرصة أن إن شاء الله تعالى سيكون بحث ديال المصدر ديالي إن قبل في هذا الباب. بارك الله فيك محمد وأشكرك على هذه الدعوة الكريمة. بارك الله فيك. وسؤال أخير وغريب سيدي عمر كيفاش استطعتوا يعني تغلبوا على قساوة ديال الطبيعة بين قوسين قساوة ديال الثلج والبرد يعني في الحياة ديالكم دائما تنسموا أحيانا كنت توصل حتى ناقص 40 ناقص 30 باختصار يعني كيفاش تديروا باش كيفاش تعيشوا؟
لا والحقيقة بالعكس، أنا دوزت واحد الشتاء في المغرب جاني أكثر قصاوة من هنا. هنا ربما أن الطبيعة يعني الكونتاكت ديالك مع الطبيعة كيكون قليل صغير، يعني كاين المكيفات، كاين الفخام في البيت، في وسائل النقل، في السيارات، يعني ولكن ربما كاين تدفق نص ساعه قبل وخصك تقولوا بين قوسين تهز البلاط يعني تحيد الثلج، يعني مع المده واش انسان تهدر داخل في اندماج يعني في قبول واحد الوضع معين. لا بطبيعه الحال هي مساله سيكولوجيه، وصراحه نعم. يعني الانسان لا تقبل يعني هذه هي كندا، يعني من الجماليه ديالها اننا نعيش بفصول اربعه يعني بالتمام والكمال. يعني فصل الشتاء هو فصل الشتاء، فصل الربيع كتشوف يعني انتما تتحقق فيك فيكم الفصول ماشي تعيشوا تتحقق يعني فيك الفصول يعني صراحة نعيشها. وفصل الخريف كذلك كتشوف ديك الاشجار تتغير الالوان، يعني كل فصل والروعة ديالو، وهذه كلها يعني سبحان الله يعني الطبيعة من خلق الله. الانسان الى يعني يعني الاشجار تتكون ذبلات وسبحان الله ما بقاش تقول ماتت ثم تحيها الله سبحانه وتعالى، يعني في واحد وهذا يعني اشاره ربانيه بان الله تعالى تحيي القلوب ويحيي الاجساد للقيام بين يديه. اذا سيدي عمر تنشكركم بزاف، وتحيه موصوله الى جميع الاخوان ديالنا والاخوات ديالنا يعني بالعالم بكندا وبغير كندا فيما كانوا، وتحيه كذلك للمستمعين الكرام والمحبين الاذاعه من راديو. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم سيدي عمر وأن ينفع بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولى أمورنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا أرحم الراحمين احفظ مولانا الهمام بما حفظت به الذكر الحكيم، اللهم احفظ مولانا أمين المؤمنين وأقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، واشد اللهم عضد مولانا بشقيقه الحميد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبارك في جميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة الماجدة، وابقي اللهم مولانا أمير المؤمنين ذخرا وعزا لشعبه الوفي ولأمة الإسلامية. تقبل الله منا ومنكم جميعا وعواشر مباركة. محمد برا يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.